وسهلا بكم مشاهدي قناة الديار الفضائية وبرنامج فاعل خير، وشهر رمضان الخير والبركة والرحمة والتسامح. وحقيقة اليوم وصلنا أيضا العائلة مستحقة أنه نزورها. فاعل خير طانف ليسات وطانف ريضات وقال يا أبو ياسين روح من هنا تنطلق القافلة مال قناة الديار. خلينا نشوف الناس اللي حقيقة مستحقة. السلام عليكم. السلام. الله يساعدهم. قناة الديار. اهلا وسهلا بك. الله يسلمك. يعطيك العافية. برنامج فاعل خير. ام سجاد. ام سجاد، كم نفر انتم هنا؟ اربع جهال وانا ورجلي. انت ورجلك، الله يخلي رجلك. شنو شغله؟ عماله. عماله، بتسوي بالعماله؟ اي بالشغل. متعين عليك يا اخوي ابو سجاد بالعماله. الله يحفظ العماله والخلفات والمهندسين والمقاولين، لكن العماله بالضيم بالضيم. هاي هنا شنو مسجاد؟ لا لا مو الهدوم، هنا البراءة. هذا بيت وصفه. هذا بيت متعين. تم متجاوزين. ثانية غرفة وهذا المجاز. هذا المجاز. إيه. خليني شوية بالله قاعد هنا. آخ. إذا المشاهدين هذا بيت أبو سجاد العامل عمت عيني وراح يشتغل. إيه. أنت شو اسمك؟ زينب. زينب وأنتي؟ بنين. سجاد. سجاد، انت سجاد، انا سجاد. تعال تعال يمي، تعال تعال يمي، تعال. هلا يا ابا، يا يا ابا. خل جبنا لك هديه. ابوك وين؟ ابوك بالشغل؟ بالشغل. تعال. وانت شو اسمك؟ زينب. زينب تعال هنا، تعال تعال حبيبتي، الله يحفظك. هلا بزنوبة. اي بابا راح للشغل؟ ان شاء الله يرجع، بس اخاف شنو عبالي دور درمه. اقول لك ابوك عمت عيني طلع من الصبح صايم؟ صايم. كلهم صايمين، الله يحفظ هاي العائله ويحفظ كل عوائلنا، والله يعطيهم الصحه والعافيه. واحنا فاعل والله هاي حالتنا عن فرد. شلون؟ بعد كن يباعون علينا الناس الطيبه. هاي حالتنا، انا بحالتي هاي مجازه انه هذول الجهال وغرفه وحده وبعد المطبخ مفلش وحاطه السقف خشب. هاي بالمطر افيض انا والبيت كله يفيض، والله وهذا شهر رمضان. اطالب من الناس الطيبه بس يباعوا على حالة الخاطر رجال، ما اريد شيء يعني. الله لا يعوزك الواحد ان شاء الله. لكن نقول المتمكن واللي عنده لا يقصر. الفقير، كل شيء ما اريد، احنا من الناس الطيبه. زين؟ اذا اعزائي المشاهدين مسجاد تقول طبعا تحياتنا الى اختنا الغاليه، تقول لا يقصرون ويانا لعندهم لين وضعنا تعبان وبالضيم. والله يصور، تعال شوف المطر. ليش ما نصور؟ تعال. تعال مروان وتعال مصدق، طبعا مصورين. ظلمه. ما عندنا طبعا ماكو. اعزائي المشاهدين متر ونص، شلون ياكلون شلون يشربون؟ بيد الله بيد الله. الحمد لله الحمد لله. ظلت لا ما موت يا معود، ظلت او هاشنا كرفتكم. الله يساعدك. شو طعم شيء بنقرا؟ هو هاي ما عندي غير بنيت هذا متجاوزين وقعدت بيان وجهالي اربعه ورجلي. ايجار ماكو. خوتك اهلك هم يمرون عليك؟ هم من باع علي غير اهلي؟ الله، هم حالتهم تعبانه، بس ابوي وخمس بنات احنا. يعني قصدي داير بال عليك. هو يجون فطور وشغلاتهم الحمد لله شايلين يعني يعطوني اللي يقدرون عليه. وانت ختمي وما يصير خاطر شنو طيب؟ الله يسلمك. جبنا لك العافية يعني للطيبين ان شاء الله بجاه هذا شهر رمضان. الله يسلمك. احنا جبنا لك فليسات تشترين اولا للجهاد. رحم الله والديك ورجلك. يعطيك العافية. يا رب ان شاء الله، الله يسعده ويهنيه. اللي يسهل الامر كل طيب اللي يوقف للناس الفقراء والهالي شافي كل مرضانا جاء النبي محمد. فدوى عملك واحنا بخدمتك ان شاء الله، بخدمتك واحنا اخوتك. بس راح نجيب لك الغراض، شلون راح ندخل؟ ما نقدر ندخل. اخويا والله هم هسه مبرده حخليها هنا انا شلون الحاله. جبنا لك مبرده وجبنا لك تلفزيون وجبنا لك كريضات وجبنا لك مصرف مليون دينار. رحم الله والديك يطول عمرك. الله يسلمك. الناس الطيبه ها على بيوت. هاي عادي سجاد شو تقول؟ سجاد سجاد جبنا لك غراب. خوش سلمنا على ابوك. تعال خليني اشيلك. خليني اشيلك.
هذا سجاد هذا سجاد هي سجاد هذا سجاد وزنوبه سجاد وزينب طبعا خلي جيب لنا الغلط تعال جيب لنا الغلط اعزائي المشاهدين طبعا نريد من الله سبحانه وتعالى يحفظ فاعل الخير ونقول له العمل هذا التلفزيون تعال سجاد سجاد تعال احنا بس عين شلون الاطفال فرحوا تعال تعال سجاد خلي هنا نايمهم خلي عشان المشاهدين طبعا راح يفلشون الحائط على مود يطون المبرده يعني معقوله الحمد لله خلي هنا تعال اخوي تعال خلي يطلعون هاي مليون دينار من فاعل خير احمى الله والديه ويطول عمره ان شاء الله ويفرج على كل طيب ولك هاي شفنا لك فليسات خوش طيب شكرا وسلمنا على ابوك احمى الله والديه وما قصرت ولك لا ضيحنا وقف شلون نعطيك اياها شكرا. اي وسلمينا على رجلك. يا سر رحم الله والديك والله يسهل امر كل طيب. الله يسلمك. بجاه هذا شهر رمضان. نحن نفرح العوائل الفقراء والماعده والمتضرره الله يكون يباوعها. بس لا تنسي نشتريهم هديمات للعيد. ان شاء الله ان شاء الله والله العظيم. الله هو للعيد وهاي اسوي شويه الكاشي مالتي مال الحمام. ان شاء الله ان شاء الله موفقين والله يحفظك يا اخوي واشتري لكم مولد عادي. ان شاء الله ان شاء الله. واحنا بخدمتك.